بدأ الدبلوماسيون الروس الذين كانت واشنطن قد أعلنت طردهم في مغادرة الولايات المتحدة الأمريكية في آخر تطورات الأزمة بين الغرب وموسكو بسبب محاولة تسميم عميل روسي مزدوج في بريطانيا وابنته في وقت سابق من الشهر الماضي. وكانت موسكو أبلغت لندن في وقت سابق بأن عليها أن تقلل من حجم تمثيلها الدبلوماسي في روسيا بنحو 50 دبلوماسيا وموظفا.